هين هدي وين صالحين على ربي والوالدين. لا كسرونا لا مغرف ولا بطاطا لا خرشفه، يا ربي بينا ولطف وسلك هذا الحاصلين. لا عندي دخان شعرة ولا خرية تكيف في بعرة، والسيجارة عليها السهرة قالوا احنا خاطيين. واحد نص خبزة شاتيها والاخر للكلبة يرميها، والضربة ربي يعطيها لهذا الناس الفالسين. رحنا لاميري شفناها ورانا حرنا في يمها، مول القيشة يطح مها ساعة وحنا واقفين. راك تسمع اخرجوا العاقل من عقله، لو كان على بالي بهم هاد الربعة هادي والله ب 100,000 فرنك الواحد ولا نجيبهم. 20,000 الواحد، انا وليدي ب 60,000 في هاد برويطة كما هادي، وهذاك الشوفر شو كيف معوج تقول كان في بطاطا السردين. هاكو تسمعوا يا ناس، ويزيد يتكبر ويقول نحبطكم ذاك الحمار هذاك. اش دير يا حاتي؟ بوريك واش في معزه. واش تحبي؟ الدنيا رجعت بالمقلوب. يا حمار يسوق في معزه، درك تشوفوا إذا أنا حمار ولا عتلوس. بدلني أنا 90 كيلو شحم ولحم في 2 كيلو بطاطا، قول له يسود له السد. أقولي هالو أنت ياسي. لا لا قول هالو أنت اللي كلوفي. بون كيف هنقول هالو دوك أنا؟ أصبر شوف. هاج عيسوا هذه قالت عليك أنت على سعدك. وكان ياسو قالك وكان ياسو طا نو 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 قال لك وليه انا جيتك على العين العوراوي. يا الحجك ياك بوكوس ومدكوك رجامك والله العظيم يشبعك قديد. انت التهب بروحك يا واحد الكذاب. كاين وحك لي دوسو عرف واش قال؟ قال لكم والله والله والله، ويا لو كان ما تقبلوش غير نحيكم القطايه نتاعكم نروح نبيعها في السوق. اها ها واها توكاوا وانغا وكاغا وكانغا وكاغا وكانغا وكاغا يا ها يا ها هبا هبا. تعرف ايش قال له واسي؟ قال له من وقت وليت راجل وتحقر رجالي واحد الكلب. قال له كيف؟ قال له والله اللي ربحك. قال له هكذا. قال له انزل لا 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 ما حبيتش تحشم على روحك، خفنا ما حبيتش تحشم، شهدنا ما حبيتش تحشم. وتوزي ها واش نضرب ضدك الشاب وانت قاعد تلبس ما اللي مشي يقلب اخوالك علي انظري كوبي كوبي. جيب لك وليدي تشوف واش بيه. شوف يا الحاجة وليدك ما نجم نعمل له والو، نهار زاد كيما راه. لا لا وليدي نهار زاد كيلبون. ما نعرف الا خدوها بالعين ولا ضربوا دوك الناس. احنا ما قررنا ني على ضرب الكار طري على هذوك الناس. شوفي خالتي نفهمك، انك هذا راه موش تاع سبيطار الاول، ثانيا عنده واحد الحية الله ينجينا ان شاء الله يقولوا لها البارانوياك، ثالثا يلفوت تديه لولاد خيرة يقطعوا له، عندك بيتيتر يديروا له 2 حبات تاع قمح في خيط ويعلقوا لهم هنا في وذنه. واشنو هاد ولاد خيرة يديروا له القمح يعلقوا له في وذنه يعلقوك بحبيلة ان شاء الله. لكن انت تضربي الخرطة وتضربي خطر المال، انا ما تضربيش وتشوفي واش بيه. يخليك ضحك يا ولد الموفيصة. ما تخلوناش من هذا هذا الفارغة، ما تعرفوش تهدروا حاجة اللي تفيد الجميع. اشرب على روحك اشرب ما تخافش انا هنا واش فيك.